شاركت سمو الأميرة بسمة بن طلال رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية الاحتفال باليوبيل الذهبي لمجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي الزرقاء. وكان في استقبال سموها سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وعدد من الآباء الكهنة ومسؤولي ووجهاء المحافظة. وألقت سمو الأميرة بسمة بن طلال راعية الحفل كلمة أشارت فيها إلى أهمية الحركة الكشفية الأردنية وأهدافها النبيلة في بناء الأجيال وتهيئة الشباب لممارسة دورهم في خدمة الوطن والمجتمع. إحنا كلنا بالفعل في هذا البلد الطيب مسلمين ومسيحيين، إحنا أسرة واحدة، أسرة طيبة ننتمي من خلالها كلنا مجتمعين إلى هذا الوطن، إلى مستقبل هذا الوطن، وإلى بالفعل في أي وقت وفي أي زمن وفي نغتنم أي فرصة فعلا لكي نؤازر بعض، لكي فعلا نحقق أي هدف إنساني، أي هدف فعلا بخدم فرد من أسرتنا، حدا محتاج، شيخ أو طفل أو سيدة أو أسرة. وكل هذه حقيقة الأهداف مشمولة في حركة الكشافة والمرشدات، اجعل المستحيل ممكن، ونحن بالأردن كل يوم نجعل المستحيل ممكن. وفي الاحتفال شكر سيادة المطران ويليام الشوملي سمو الأميرة بسمة على رعايتها الاحتفال، مؤكداً على أهمية الحركة الكشفية وإسهاماتها في تربية الشباب على النظام وتحمل المسؤولية واحترام الذات ليكون المواطن عنصراً فاعلاً في خدمة مجتمعه ووطنه. يصبح المستحيل ممكناً بالثبات والصبر وبذل الجهد والإيمان بالله، فالإنسان العاقل يقوم بما هو ممكن، أما هو صعب عليه فيصبح ممكناً عندما تتضافر الجهود والسواعد والإرادات الصالحة والعمل المشترك. يسهم الكشاف في عيش الأخوة الشاملة، فمن يتشح بزي الكشاف ويتبنى مبادئه السامية إنما يعتبر كل كشافة المدينة والوطن والعالم إخوة له في الإنسانية بغض النظر عن العرق واللون والطبقة الاجتماعية والدين. إن حضور سموك اليوم هو تأكيد لهذه القيم السامية التي نحن بحاجة إليها كي يبقى الأردن واحة سلام وأمن واطمئنان ومكاناً للعيش المشترك والأخوة الشاملة بين جميع مكوناته وشرائحه وأبنائه، وذلك بقيادة صاحب الجلالة المحبوب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله. واستعرض قائد المجموعة العام ركان فخوري رؤية ورسالة الحركة الكشفية التي تقوم على الريادة في العمل التطوعي والكشفي والتربوي لإعداد جيل من الشباب الواعي لتحمل مسؤولياته ومخلصا لوطنه وكنيسته. من مدينة الجند والعسكر مدينة الزرقاء الأبية، عمادها حب الله والوطن والملك وعطف الكبير على الصغير واحترام الصغير للكبير، مبنية على محبة التي تربينا عليها جيلا بعد جيل، متمسكين بمبادئ الحركة الكشفية وزرعها في أبنائنا لنجعل من المستحيل ممكنا. وهنا أيضا نرفع الابتهالات ونجدو بالترانيم ونتلو شعائر القداسة بلسان أسلافنا وأجدادنا العرب الذين تمسكوا بتراب أرضهم وحافظوا على تاريخهم المعطر ببسالة الشهداء. ولن نغفل عن شكر أهالينا وأصدقاؤنا والأجهزة الأمنية وجميع من ساهم في دعم مسيرة المجموعة لنحقق ما وصلنا إليه، ونخص بالذكر
قدس الأب المرحوم ماريو فورلان مؤسس هذه الرعية. وشاهدت سموها فيلماً حول نشأة المجموعة وأهدافها ونشاطاتها، وآخر مسرحياً جسد الأهداف الخيرية والتطوعية للحركة الكشفية بشكل عام. كما كرمت سموها خلال الحفل عدداً من قادة المجموعة السابقين والداعمين من رجال الأعمال وذوي أفراد المجموعة. اليوم الحركة الكشفية أصبحت جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، مؤسسة قائمة قادرة تخلق جيل من القادة من شبابنا وصبيانا، بتزرع فيهم كل المبادئ الإنسانية والمسيحية حتى فعلا يساهموا في بناء هذا الوطن. حفل مهيب، حفل جميل، حضور رسمي رائع، وإشي بيرفع الرأس صدقا وجود هيك مجموعات شبابية في كل محافظات المملكة وفي مدينة الجند والعسكر تحديدا الزرقاء. شو بيرفع الراس وإيش بتجنن. مبروك لكم جميعا ومبروك لنا. فعلا كان أول شيء بدي أبارك لهم باليوبيل الذهبي، وكان مهرجان رائع، فعلا مهرجان رائع رائع وتنظيم رائع. هذا الاحتفال ناتج عن مجهود عدة قادة استلموا قيادة المجموعة، وكان هدف المجموعة تأسيس جيل وحصل عليه جيل قادر على خدمة نفسه وخدمة مجتمعه، وإن شاء الله بنطمح أنه تستمر مسيرة المجموعة بإنشاء أجيال متعاقبة لخدمة المجتمع المحلي وخدمة الأردن بشكل عام. أنا بحكي أنه إن شاء الله الاحتفال هذا يكون حافز الأطفال الصغار اللي ينشؤوا مظبوط في الكشفية، ويأخذوا من الكشاف اللي كانوا قدام من العادات والمكتسبات اللي اكتسبوها اللي كانت دائماً لمصلحة الرعية ومصلحة العائلات المحتاجة. ويشار أن مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي الزرقاء تأسست عام 1967، وتعمل على تنفيذ رسالتها من خلال جملة من البرامج والنشاطات الكشفية المتنوعة، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية المختلفة.